أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب كراهية التوقيت من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس عن علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه قال قال لي أبو الحسن يعني الإمام الكاظم الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة وقال يقطين لابنه علي بن يقطين ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن. فقال له علي: ان الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد. غير ان امركم حضر فاعطيتم محضه فكان كما قيل لكم. وان امرنا لم يحضر فعللنا بالاماني. فلو قيل لنا ان هذا الامر لا يكون الا الى مائتي سنه او ثلاثمائه سنه لقست القلوب ولرجع عامه الناس عن الاسلام ولكن قالوا ما اسرعه وما اقربه تالفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج علي بن يقطين معروف كان يتشيع لآل البيت عليهم الصلاة والسلام. في نفس الوقت كان وزيرا لهارون العباسي. ولم يكن هارون يعلم تشيعه. فكان علي بن يقطين يحمي عن الإمام. ويحمي الشيعة. بذلك، وله قضايا معروفه بمواقفه مع الشيعه ومع الامام، وأراد مرات ان يستقيل من الوزاره، لكن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام لم يوافق على ذلك، لأن وجوده في داخل السلطه كان صمام امان للشيعه من بطش هارون العباسي. كيف علي بن يقطين وهو يتشيع لآل البيت عليهم الصلاه والسلام وصل الى الوزاره. السبب في ذلك ان والده يقطين كان عباسيا. من دعاة بن العباس وكان مدافعا عنهم شارك في حروبهم وشارك في توطيد ملكهم من زمن المنصور العباسي فكان من المقربين الى بن العباس لكن الله سبحانه وتعالى حدى اولاده الى هذا الامر لان الله يخرج الحي من الميت وما اكثر الناس الذين كان اباؤهم مشركين وهم يعني الاولاد كانوا مؤمنين او الاباء كانوا مؤمنين والاولاد مشركين وهكذا بالنسبه الى المذاهب الإسلامية الأب في مذهب والأبناء في مذهب آخر وإن كان الغالب تبعية الأبناء للدين ومذهب الآباء فعلى كل حال كان يقطين عباسيا مقربا لهم فعن طريقه هو أدخل أولاده إلى أو أدخل أولاده إلى البلاط العباسي زين هو يدري أن أبناء من الشيعة لكن عاطفة الأبوة تمنعه من أن ينكل بهم أو أن يخبر السلطة أو أن يبعدهم عن البلاط في هذا الحديث الشريف الكوليني رضوان الله تعالى عليه ينقل عن الحسن ابن علي بن يقطين وكان من المؤمنين عن اخيه الحسين ابن علي ابن يقطين ايضا كان من المؤمنين عن ابيه علي بن يقطين ايضا من المؤمنين ينقل مقطعين المقطع الاول روايه عن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام المقطع الثاني الحسن ابن علي ابن يقطين ينقل عن جده يقطين حوارا دار بينه وبين والده علي يعني بين علي ووالد علي اللي هو يقطين وهذا الحوار يصلح شرحا لهذا الحديث الذي رواه عن الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام يقول الإمام الكاظم الشيعة تربى بالأمان منذ مئتي سنة التربية إصلاح الحال تارة الإنسان يربي شخصا تارة يربي أمة الله سبحانه وتعالى أراد إصلاح حال الشيعة. من جملة الأمور التي هي ترتبط بإصلاح حال الشيعة، الأمل، الرجاء، الأمنية الحقة، لأن الإنسان إذا كان يائساً ينحرف اما اذا كان راجيا مؤملا ذا امنيه قد لا ينحرف الله سبحانه وتعالى في القران يقول: "لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون" الإنسان إذا كان يائسا من رحمة الله، هذا يكفر ويعصي، أما إذا كان ذا أمل، هذا الأمل ينقذه، ولذلك اليأس من روح الله، من رحمة الله، من الأمور والمعاصي الكبيرة، ليش؟ لأن هذا إنسان عاصي. إذا عنده أمل بأن الله يغفر له، يروح يتوب. الذين يتوبون غالبًا لماذا يتوب؟ لأنه يأمل برحمة الله. يقول صحيح ارتكبت ذنبًا أو ذنوبًا، لكن الله سبحانه وتعالى وعد بالغفران لمن تاب وآمن. وعمل صالحا ثم اهتدى، ولذا نجد اناس ارتكبوا الكفر والشرك والمعصيه ثم اسلموا وامنوا وعملوا الصالحات وحسن اسلامهم، والاسلام يجب ما قبله. التوبه تمحو السيئات، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لان الطريق امامه مفتوح. للرجوع لكن إذا الطريق أغلق قيل له أنت من أهل النار يقول زين إذا أنا من أهل النار فليش أمنع نفسي من الدنيا ليش أمنع نفسي من الذنوب من المعاصي وهكذا ينغمس في المعاصي أكثر مثل قصة ذاك حميد ابن قحطبة الذي كان يأكل الطعام في شهر رمضان يعني ما يصوم واحد دخل علي الضيف شاف دا يأكل دعا على الطعام ظهرا هذا الضيف نسي أن اليوم يوم شهر رمضان فبدأ يأكل معه فجأة تذكر فأمسك فحميد بن قحطبة سأل أنت ليش أمسكت قال إني صائم أنت ليش تفطر فقال لقصة قال إنه قتل ستين من السادة من ذرية علي وفاطمة في قضية مفصلة وهو يائس من رحمة الله بعد قتله ستين سيدا علويا فاطميا ولسه إذا آني في الآخرة في النار ليش ما أتمتع بدنياي هذا يأس من رحمة الله هذا مثل قتل لأولئك كما أن قتلهم من الكبائر يأسه من رحمة الله أيضا من الكبائر زين هذا بالنسبة إلى الذنوب الناس الذين هم في شدة وفي صعوبة إذا عدهم أمل يقاومون إذا ما عدهم أمل الكثير منهم ينهار اذا انت تشوف مثلا في الحرب كتيبة محاصرة، هذه الكتيبة المحاصرة عدها أمل انه بعد دقائق بعد ساعات يجيهم المدد. هؤلاء يقاومون، حتى إذا عددهم قليل وعدتهم قليلة، ليش؟ لأنه عدهم أمل بوصول المدد لهم وأنهم ينجون من المحاصرة. لكن إذا فقدوا الأمل خلاص ما عنده أي أمل بمجيء المدد. يمكن بعضهم يقاوم حتى القاتل لكن الأغلب ينهار. خلاص ما دام ماكو مدد وإحنا على كل حال منهزمين. فلنستسلم يستسلمون. الشيعة في طول التاريخ كانوا مضطهدين. من الحكومات الجائرة وأيما اضطهاد، إذا أنت تقرأ التاريخ تشوف إبادات جمعية واضطهاد شديد، واستئثار بالسلطة والمال عليهم، وترى منعهم من المناصب، حتى من لقمة العيش. كانوا في شدة ولا زالوا الآن في عالم اليوم اللي حقوق الإنسان وعلى كل حال الأمم المتحدة تشوف الأقليات الشيعية في كثير من البلدان الإسلامية مضطهدة يمكن ما يقتلوهم مباشرة سابقا كان القتل قائم على قدم وساق لكنهم يضطهدونهم حتى في لقمة العيش إن الإنسان أو الأمة المضطهدة دائما، هذه إذا ما عدها أمل وهم أقلية بمرور الزمان ينهارون. إذا تقرأ في التاريخ تشوف مذاهب وجماعات انهاروا انتهوا أصلا، صاروا في خبر كان، حتى أنك لا تسمع بأخبارهم إلا أن تشوف في بطون الكتب. لأنه الحكومات اضطهدتهم ما عندهم أمل كان خلاص انتهوا سواء من أقليات قومية أو أقليات مذهبية أو دينية. الله سبحانه وتعالى ربى الشيعة وأصلح حالهم بانتظار الفرج. حتى الآن عندما تشوف انه اضطهاد شديد، يقول زين الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام يظهر المهدي عليه السلام، فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا بعد أن ملئت ظلمًا وجورا، وراح إحنا الله سبحانه وتعالى ينجينا من ما نحن عليه، وبعدين الله سبحانه وتعالى لم يخبرهم بالوقت الدقيق السنة الفلانية الشهر الفلاني اليوم الفلاني لأنه إذا أخبر شاف هذا بعد ألف سنة بعد خمسمائة سنة بعد ألف وخمسمائة سنة ينهار أيضا ما عنده أمل هو ينقذ لكن إذا قيل له يمكن يكون في زمانك يمكن أن يكون في غير زمانك تبقى جذوة الأمل مشتعلة في قلبه الله سبحانه وتعالى كثير من القضايا المستقبلية الهامة أخفى وقتها لكن أخبر بأنها قريب مثلا بالنسبة إلى القيامة الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول اقتربت الساعة أو يقول اقترب للناس حسابهم مع أنهم من نزول الآية لحد الآن أكثر من 1400 عام، فكيف اقتربت الساعة؟ و1400 عام قد مضى؟ الجواب القرب والبعد نسبي، يعني إذا أنت تقيس ألف سنة بالنسبة إلى عمرك، تشوف ألف سنة بعيد جدا، إذا الآية تقول: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لكن إذا الألف سنة قستها بعمر الدنيا، حسب ما يقول علماء الفلك والفيزياء يخمنون عمر الدنيا بخمسة عشر مليار سنة خمسة مليار من السنين عشر مليار سنة من تشكل هذا العالم. خو إذا أنت تقيس ألف سنة بخمسة عشر مليار قليل إذا قالوا لك بعد ألفين سنة ثلاثة آلاف سنة عشرة آلاف سنة بالقياس إلى مليارات السنين اشوفه قريب أولا هذا ثانيا كله, كله آت قريب الشيء اللي محتوم يأتي هذا قريب وليس ببعيد أنت يمكن تستبعده لكنه قريب. على كل حال الله سبحانه وتعالى أخفى ذلك الوقت ليكون الناس في أمل. قال لي أبو الحسن يعني الإمام الكاظم، الإمام الكاظم: الشيعة تربى بالأماني، الأماني جمع أمنية. الأمنية قد تكون أمنية حق، قد تكون أمنية باطل. هذه أمنية حق لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن وعد بها، والله لا يخلف الميعاد، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والرسول صلى الله عليه واله أخبر بذلك في الأحاديث المتواترة، المهدي من ولدي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة يعني من زمان الرسول صلى الله عليه وآله يربون بذلك هذا كلام الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام هسه حوار بين علي بن يقطين وبين والده يقطين قال يقطين لابنه علي ما بالنا قيل لنا فكان، يعني الإمام الصادق أخبر بأن الملك سيكون إلى بني العباس. في القضية المعروفة في أواخر بني أمية اجتمع الهاشميون بنو الحسن وبنو الحسين وبنو العباس. لأن العباس أيضا من الهاشميين عم الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء اجتمعوا رأيهم كان على الإمام الصادق لأن الإمام الصادق كان كبير الهاشميين المنصور العباسي عبد الله بن الحسن وغيرهم رأيهم إلى الإمام الصادق الإمام الصادق رفض ذلك في مرة أخرى قال: ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي. الأئمة ما كانوا يطلبون النصر بالجور. وذاك الوقت إذا كان الإمام يريد يقوم كان يضطر إلى الجور. أي واحد قام اضطر إلى الجور. فالإمام عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك لأنه لا يطاع الله من حيث يعصى. الا اما جاءوا لاقامه حكم الله وليس لمخالفه حكم الله بالجور يريد النصر كلا واذا كانوا بالجور يريدون النصر ما كان فرق بينهم وبين سائر الظلمه امتيازهم بعصمتهم بانهم التزموا باوامر الله ونواهيه بحذافيرها في كل شيء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وما معاوية بأدهى مني لكنه يغدر ويفجر أمير المؤمنين يقول أنا أعرف شلون أقضي على معاوية وأنه ما أعرف أنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من اليوم الأول كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومن الغزوة الأولى كان مشترك قد قمت بها وما بلغت العشرين وها أنا ذا قد ذرفت على الستين أربعين سنة عند تجارب سقط النظر عن علم الإمامة وعما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم بكيفية القضاء على معاوية لكن هذه الكيفية تقتضي الجور أن يظلم المساكين والفقراء وأن يرضي السادة والكبراء انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السَّبِيلَ كان يعلم بذلك ويعرف لكنه ما كان يفعل. هسه البعض يقول ليش امير المؤمنين ما سوى؟ هو مو قضيه اهم ومهم مثلا. الجواب لا الدين اهم مو السلطه مهمه السلطه ليست مهمه. كان يقول كعراق خنزير في يد مجذوم. شايف العظم اللي ماكلين اللحم عليه شوية خيوط من اللحم أو من الشحم متصل بذلك العظم هذا يسمى عراق هسه عظمة خنزير اللي هو نجس العين مأكول لحمها بيد إنسان مجذوم شنو قيمة هذا الشيء يقول الأمر عندي هكذا وان دنياكم هذه عندي ازهد عندي من عفطه عنز الصخله اللي تعفط، شنو قيمه عفطتها؟ او في حديث اخر كان يرقع حذاءه نعله فقال له ابن عباس هذا النعل ما له قيمه اصلا. الامام قال ان امراتكم هذه ازهد عندي من هذه النعل. ما معناه. هسه اللي يقول انه ليش علي بن ابي طالب ما فعل كذا وكذا وكذا شنو مقصوده؟ مقصوده انه ليش علي بن ابي طالب ما صار معاويه. احنا مشكلتنا مع معاويه لانه خالف الحق وبغى على امام زمانه وجار وظلم. هسه اذا اي واحد اخر يفعل نفس الفعل يكون معاويه ثاني. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يربأ بنفسه عن ذلك سقط النظر عن, عن عصمته وإمامته وطهارته فعلى كل حال قالوا للإمام الصادق الإمام الصادق رفض بعد ما الإمام الصادق رفض اتفقوا على محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن اللي بينا قصته قبل حلقات والمنصور بايعه والسفاح بايعه ووالده عبد الله بايعه لكن الإمام الصادق لم يبايعه قال له ليش قال هذا الأمر لا يتم إلا لصاحب القبائل الأصفر المنصور العباسي كان لابس قباء أصفر وكان كلام غريب في ذلك الوقت الإمام الصادق أخبرهم بأن الملك سيكون لهم فكان كما قال لأن الإمام الصادق أخذها من عين صافية حديث من آباء من أمير المؤمنين عليا من رسول الله صلى الله عليه وآله من جبرائيل من الله ووالئ أناس قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري فيقطين يقول ما بالنا قيل لنا فكان وقيل لكم فلم يكن أخبروا أنه الملك سيكون بيد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وما صار فقال له علي الابن قال لأبيه إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد يعني خرج من مكان واحد الإمام الصادق أخبر عن رسول الله عن الله غير أن أمركم حضر زمان وصل فأعطيتم محضة يعني خالصة استتب لكم الأمر لأنه في بداية ملك بن العباس حركات كثيرة صارت ضد بن العباس لكن المنصور والسفاح قضيا على جميع تلك الحركات انتهت فصار الملك لهم محضا خالصا من دون أي مزاحم غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضه فكان كما قيل لكم الخبر الذي أخبر به الإمام الصادق عن رسول الله قد تحقق وإن أمرنا لم يحضر زمان بعد زين هسه اللي زمان بعد فعللنا بالأماني التعليل يعني التمريض العلة بمعنى المرض عللنا يعني عولجنا بالأماني فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مئتي سنة بعد 200 سنة، أو 300 سنة، بعد 300 سنة، أو 1000 سنة، أو 2000 سنة، أو 2000 سنة مثلاً. فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة، أو 300 سنة، لقست القلوب. قساوة القلب معناه عدم تأثرها بالمواعظ. لأن القلب إذا تأثر بالمواعظ فهذا رقيق. كأن المواعظ تنفذ فيه الشيء الرقيق هكذا الأشياء تنفذ فيه لكن إذا القلب كان غير قابل للموعظة فكأنه قسي لا تنفذ فيه المواعظ مثل حديد مثل حجارة هذه الحجارة إذا ضربتها بالسهام السهام لا تنفذ فيه لقست القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام، يعني الإسلام الحقيقي المتمثل في اتباع وولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن قالوا ما أسرعه وما أقربه، كما أن الله يقول اقتربت الساعة، يقول اقترب للناس حسابهم، كذلك هؤلاء الأئمة من أهل البيت قالوا أن الأمر قريب. اكو في الحديث ان ظهور المهدي والساعه كهاتين يعني في اخر الزمان سيكون قيل ما اسرعه وما اقربه تالفا لقلوب الناس يعني جمعا لقلوبهم على الايمان كي لا تزيغ عن الحق وتقريبا للفرج لان الانسان المنتظر نفس انتظاره فرج له الهموم النفسيه تنجلي عنه، ونفس هذا الانتظار إذا سبب صلاح الناس، وسبب دعائهم، فهذا يكون سببا لتقريب الفرج، لأن الله يستجيب الدعاء. تدعو الله سبحانه وتعالى لعل الله يستجيب هذا الدعاء، فيقرب الفرج، ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألفا للناس، لقلوب الناس، وتقريبا للفرج نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الطلعة الرشيدة وأن يجعلنا من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين